هاي اي القهوه من وين؟ هي ذول يوفرون قهوه صح؟ اي بروح يلا اذا جبت القهوه اجيب لكم. يقول فيه فيه وين؟ ما في يقصد هناك. اي افتح الدراج. الملك سلمان بن صقر العرب عايش ذكره على رمح وناب، عايش ذكره على رمح وناب، احتماد دون السياده واحتساب، كل ما قدمه لا يوم الحساب، كل ما قدمه لا يوم الحساب، ما درى منه ايه والغبوق من المصاغير انسكب، فوقي من العزم محمود الجناب، فوقي من العزم محمود الجناب، هالمليك القرم فكك النشاب، عون من غلق بوجهه كل باب، عون من غلق بوجهه كل باب. يا لا 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 يا لا 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 لا، اطلب بالله اطلع من عندك، اطلع من عندك علي. هذه قصيدة من والله شاعر ذا ولا قصيدتك؟ شيلة إن شاء الله نفتتح فيها جويلز. تدشين يقول الغبوق من المصا يقول جيتكم ذا الليل بحدث من كتب في فنون الشعر، في فنون الشعر وفي مجال الشعر وفنون الخطاب، والغبوق من المصاغير انسكب، فوقي من العزم محمود الجناب، المليك القرم فكك النشاب، عون من غلق بوجهه كل باب. يا سلام. احتمى دون السياده واحتسب، كل ما قدمه ليوم الحساب، ما في ضمن البيوت يقول ما يجينا في ذر الدوله تعب، وما يسيء الا الذي امن العقاب، كنحن في المعركه ناكل عنب، ما نحاسب للشتايم والسباب، ما نسيت اللي وقف ولا اضطرب من طناخه راسه يصور سناب. يا سلام. صح زانك. طول عمرك. تقدر تجلس؟ أنا أريد أن أبحر. آسف توكلنا. أنا بكسرها. الله خصم زي اللعب. إي أبو حور اسلم اسلم. يا أخوي تذكرت للسفينة يا أخوي. يا بحر. على شاطئ البحر ترسي السفينة، توكلنا على الله واحتزينا. انتوا كيف جالسين بالحر؟ البحر ترسي السفينة، ما حر الا كلام الرجال. والله خذ الكلام حر والله. يا اخي ما انا فارقت لامي اقسم بالله. والله كلنا بس. والله انا ما فارقت الا وعوالي والله وفارقت للشايب كلهم والله حور وفاطمه. والله انا خايف انهم يجيبونه. اي والله اني خايف. ليش خايف؟ يا اخوي لا لكن ما ابغاهم يجون، يمكن يجون ما بروح الا بروح معهم. يلا عندي فاطمه تدري ما ترقد الا في حضني. كم عمرها؟ يمكن ثلاث. زوج علي. علي تبغى تتزوج انت؟ ايه حجز لي فاطمه خلاص. خذ حور. وش تبغى بفاطمه؟ فاطمه صغيره. حور ولا فاطمه؟ خلاص. الله تم. يا تقول يا بابا ليه يا اخوي ما هو يقول ميدنا لا تفرقون بين الاولاد. طيب. اقول لها بعض الحين تضربها امها وتجيني واضمها وكذا تسكت، اقول ها تحبيني وتحبين ماما؟ قالت احبكم كلكم. وانت يلا قلعي. يلا. وثري غلط يا ولد. اي غلط. والله انا غلط. أنا أبغى أسألك يا علي عن حاجة. كان عندنا واحد سوري زمان الله يذكره بالخير اسمه صباح. صباح هذا دكتور. ولده ذا إذا جاب درجة نازلة يخبطه إليين تقلب عيونه. كذا السؤال. يا ولد ما عادها دراسة، قد هي رهبة. لا شوف مو الكل. بس عندنا. نعلمك. عندنا دراسة شديدة. صح أنه الآن دكتور ولده اللي كان يدرس معي. دكتور بعد الضرب صار دكتور. دكتور في مستشفى، اقوى مستشفى توقع هنا في السعوديه. السعوديه ما شاء الله. طبعا دكتور جراحه قلب مفتوح ما شاء الله.
يعني يا ولد ما شاء الله تبارك. طبعا درس 13 سنه بعد الثانوي. اساله الضرب فاد ولا لا؟ فاد، لكن رجال مسكين الحين هو دكتور صح؟ لكن كذا منسخط ادله. ايش الكلام ده؟ طيب هاي سالفه، والسؤال شو السؤال؟ هلا السؤال ليه ان اكثر نحن نسميهم الشوام، يعني السوار، السواريه، لبنان، يعني الشوام، يقول والله الشوام ذولا ما شاء الله ما الشام يعني، عرفت ليه انهم شديدين على عوالهم؟ عشان الدراسه. وانت عكس ذلك، انا حسب ذا الشديد في الدرجات في الرصيد. انا 100% مهمل. لا انا 100% نسبتي كانت بالمدرسه 6 مستويات 3 سنين بالثانوي، ما في الا مستوى واحد او اثنين جبت 99.95 او 4 او 85. وانت تعتبر نفسك انك مخفق؟ مخفق صح؟ انا جدا جبتها وما استحقها. اقول الرجال ارحمه ارحمه، تفطر وجهه. مو الكل، مو الكل بالضرب، بعدين مو كل شيء بالضرب. انا عن نفسي لما كنت صغير كنت عاند، يعني اذا الوالده ضربتني مثلا حلو يلا لانه ضربتني بسويها عناد. الطفل الولد مو الضرب، الضرب مو انه وسيله نافعه، ممكن تكون نافعه ممكن تكون مضره. ممكن اني اعاند الطفل لانك ضربته، لا والله بسويها عناد يلا، ويكرر ويكرر ويكرر. او ممكن كمان الضرب يجيب نتيجه بس مو على طول الضرب، لا والله. بس بالنسبه للمدارس عندنا شديدين شوي بالمدارس، لان نحن السوريين ما عندك الا تطلع بشهاده تتوظف، غير هيك ما في بيع شراء تجاره، ما في تطلع بالشهاده تتوظف، غير هيك ما في. ما معك شهاده ما تسوى شيء. طيب ده الحين جابوا كلهم 100%، حتى عمال النظافه صاروا يطلبوا منهم شهادات. اي والله عامل النظافه الان، عامل بلديه يطلبوا منه شهاده بسوريا. طيب ده الحين كلهم 100% من اخذ؟ كيف يعني؟ انا في مصر. لا 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 بسوريا مو الكل 100%. جامعه في مصر ما ادري ايش اسمها، طبعا كلها متخصصات قويه، تجاره هندسه. قلت الدفعه ذي كم؟ قال انا واثنين من اخواني. قلت ايش؟ قال حنا اللي جايبينها كلمه انجليزيه كذا يعني فول مارك. والباقي يقول فحش من ذولاك 70%، والباقي 99 97. انجن وين انجلات؟ زعلان بعد يقول باقي 99. شوف اعطيك معلومه، اذا مخك كان بس شغل مدارس دراسه بس ما تسوى شيء ابدا. انا عارف ناس 24 ساعه جالس يدرس بالبيت، والله العظيم ما يعرف شيء بالحياه ابدا. لا يعرف يطبخ ولا غلبان. زي انا الحين فزت. لا خل عنك الطبخ والاشياء، ما يعرف شيء يا رجل. مناقشه ما يعرف تفكير، لا تلاحظ انه تفكيره شيء محدد. يعني ليش جالس بس دراسه يفكر في زاويه منحصره؟ ايه دراسه بالبيت ما يطلع ولا يدخل، دراسه 24 ساعه، يروح المدرسه يرجع يدرس يذاكر، يروح المدرسه يرجع، بس روتين يومي ما عنده شيء ثاني. خطا خطا جدا. انا عندي اخوي محسن الله يستر عليه، رجل غريب ما شاء الله. في المدرسه ولد ما شاء الله تبارك الله، في البيت يعني انا اثق فيه ما شاء الله، انه يعني اروح واجي اعرف ان في رجال في البيت، يودي امي يودي اخواني يودي طلباتهم، يجيب اغراضهم يخدمهم، يمكن يشتري ذبيحه ويذبحها في البيت. حلو يعني ما شاء الله بتاكل له. والله العظيم يا الذبح والصلخ والله ما علمته. وحصه وين؟ من حاله اثره يخرب الغنم، اخذ 2 3 4 خربها كذا وشوي. وفيه ميزه يشوفك ايش تشتغل، انت اي شغله تشتغلها عقله معك يراقبك. خلص طلع من عندك سوى نفسها، ودها خير ودها شر، يبغى يشوف نص خلاص يتعلم. وبعدين في شيء السواقه زمان، طبعا هو ساق ويمكن باقي صغير، وعاود منعه ابوي لين طلع الثانوي. لا هو في المتوسط. الله يرحمه خلاك ترزز. وين ورقتنا يا ابوي؟ ورقتنا وينها؟ والله ما ادري يا اخوي. خلنا نسلمها العالم. اعطيك شوف قسما بالله العظيم انت ولد. انت معي؟ هي انا معك جعلك للجنه محمد. هي والله ولا كتبنا شيء ولا سوينا شيء. عطيت من اللي كان عند السجن؟ ها من اللي كان عند السجن؟ سجل سجن فيصل.
شنو اعطيت عبد الله شافي عبد الله الحلافي استخر عبد الله الحلافي مو معك ها انا ما ادري ليش عبد الله الحلافي مو معك يعني انا ما ادري ايش دخل عبد الله تعطيه والله ما اعلم يا اخوان تعرف انك عطيت واحد شلون ما تعلم ورقه مكتوب اسمك واسمي واسم الشباب وخصموا علينا 20 الا عبد الله الحلافي معنا ها عبد الله مو معك عبد الله الحلافي عبد الله نشوان من هو عبد الله نشوان ونشوان طلع المستشفى مسكين ظهره من الجاي قرب السلامه اغلط والحل مع نشوان هي مع عبد الله الحلافي كنا عند السجن ودخلت السجن واعطيته القلم والورقه وتعالنا انا نكتبها هذه مطلعينها من الغرفه دي